السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اتكلمنا مع بعض المرة اللي فاتت عن مقدمة الريجليتور، عرفنا مع بعض أنواع الريجليتور، استخداماتها، ازاي بنقدر نعمل الهيدروليك ديزاين بتاعها، الأربع خطوات اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، سواء كان الفلوستي كونديشن، الجيومتري كونديشن، الكونتراكشن كونديشن، وآخر حاجة الهيدنج أب. بعد ما خلصنا الجزء ده اتكلمنا عن حاجة اسمها الهيدروليك جامب، واتكلمنا ان في شروط خاصة عشان الهيدروليك جامب تحصل، وان انا عندي بيبقى عندي ال جامب عبارة عن 3 حاجات: A زائد M زائد ال جامب، واتكلمنا ان انا بتعامل جوه قطاع الأمطرة على انه قطاع ريكتانجولار سيكشن، ماليش علاقة بقطاع الترابيزويدال سيكشن سواء في الاب ستريم او في الداون ستريم. ان شاء الله النهارده مع بعض هنكمل مع بعض. احنا اتكلمنا واتكلمنا باستفاضه جدا عن الفينتس. طب خلصنا الفينتس، نبدا نتكلم في الجزء المهم. ايه هو الجزء المهم؟ والله يا باشمهندس، انت الفينتس دي موجوده جوه بغله اللي هي البير، يبقى انت مفروض تكلمني عن البغله. طيب هنتكلم عن ايه في البغله؟ البغله فيها اتجاهين، الاتجاه اللي قدامنا ده اسمه اللينجوتودينال سيكشن، والاتجاه الثاني اللي هو الترانسفير سيكشن. احنا هندرس انه اتجاه فيهم، هندرس الاثنين. طيب الفرق ما بينهم في الدراسه يا باشمهندسين ايه؟ الفرق ان انا لما هاجي ادرس في اللينجوتودينال سيكشن انا هدرس كانه هضار بالظبط، بيبقى عندي بغله موجودة على فلور خرساني، وأنا محتاج إن أنا أدرس في الحالة دي السيبج، ومحتاج إن أدرس تأثير الأبليفت، ومحتاج أدرس الإكزايد جريديانت، ومحتاج أدرس البركوليشن لينس والسكارينج والثيكنس. يبقى ببساطة جدا يا جماعة، في الاتجاه الطولي اللينجيتودينال سيكشن بتعامل مع البير تعامل الهضار، بس أنا هضار فيهم مش هتفرق، الهضار الاكثر ميولا لهنا هو الهضار الستاند ويف، لانه بيبقى عرضه بيبقى حوالي 5 6 متر، ممكن يبقى افقي او مايل زي ما اتكلمنا عنه في الهضار. طيب يبقى اول خطوه انت محتاج تعرفها بالنسبه للبغله دي انك تجيب لي الامبيريكال دايمنشن بتاع البغله. لاي بغله في الدنيا عندي 3 ابعاد: البعد الاساسي اللي هو الطول، والعرض، والارتفاع. يبقى انت مطلوب منك في كل بغله هتدرسها 3 حاجات: طول، عرض، ارتفاع. ومن عندي هقول لك زود لي حاجه اسمها بعد رابع اسمه ال افكتيف. ايه هو ال افكتيف ده؟ العرض الفعال اللي هو الطول الفعال اللي شغال في البغله. طيب ده اهميته ايه؟ هنعرف مع بعض المره الجايه ان شاء الله. النهارده بس انا محتاج انك تجيب لي الابعاد الثلاثه الرئيسيه: الطول، العرض، الارتفاع، ونبدا نعمل جيومتري بروفايل، جيومتري بروفايل للمسألة بتاعتنا. تمام؟ طيب نبدأ ونقول بسم الله مع بعض. ازاي يا باشمهندس اجيب طول البغلة؟ دي مهمة جدا، اعتقد دي مهمة وصعبة، بس ان شاء الله بعد ما اخلص هتتأكد ان الموضوع سهل جدا. الرسمة اللي قدامك دي الرسمة الايديال للبغلة اللي احنا بنستخدمها. البغلة عبارة عن ايه يا باشمهندسين؟ عبارة عن جسم خرساني وعندي 3 فتحات. ايه هما ال3 فتحات دول؟ انا قلت لك ان البغلة عبارة عن ايه؟ البغلة بيبقى الانطرة عبارة عن بوابة بحطها بين بغلتين، او ما بين بغلة وما بين وينج وول. فانا عندي بيبقى 3 جروفز. ال3 جروفز دول بتوعي ايه؟ اول حاجة الجروف اللي جنب الكوبري على طول بنسميها المين جروف، والمين جروف دي يا جماعة عرضها بيبقى من 4 من 10. المين جروف بيبقى عرضها من 2 من 10 ل6 من 10. أنا باخدها كام؟ باخدها 6 من 10. يبقى المين جروف أخدها 6 من 10. طيب يا هندسة، السكندري جروف أو الإمرجنسي جروف أو المساعدة أو الطوارئ، الاتنين بيتاخدوا زي بعض، بيتاخدوا 4 من 10 متر. يبقى أنت قبل ما تبدأ حتى فرض الأبعاد، فأنا عرفت ان المين جروف ب 6 من 10 متر،
وان المساعده والطوارئ او الاتنين بعتبرهم طوارئ ب 4 من 10 متر. تمام. طيب بقيه الابعاد ركز معايا بقى وشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. والله هندسه انت قلت لي ان مفيش بغله في الدنيا او مفيش انطره في الدنيا من غير كوبري، فهتلاقي عندي اول حاجه الكوبري. الكوبري يا جماعه هنسمي العرض من الاول للاخر، ده بالنسبه لي هيبقى عرض الطريق او هيساوي عرض الدك زائد 2 السايد ووك. يبقى عرض الطريق او هيساوي عرض الدك زائد 2 السايد ووك. تمام. طيب بعد كده بيقول لك ان بسيب مسافه من وش الكوبري لحد بدايه الانطره من متر لمتر ونص. طيب يا باشمهندس انا اخدها كام؟ الافضل تاخدها متر. ليه؟ لان كل ما زودت المسافه دي كل ما زودت ذراع الونش. لما بزود ذراع الونش، ذراع الونش ده يا جماعه شغال كانتليفر، فلما يشتغل كانتليفر طبعا انا بزود المومنت، فبحتاج ونش عالي، فعشان كده بقول لك ما تزودليش المسافه دي عن متر. طيب والمين جروف يا باشمهندس؟ المين جروف دايما قلت لك خدها ب 6 من 10 متر. طيب بعد المين جروف هتسيب مسافه ما بين المين جروف وما بين الامرجنسي جروف بتاخد متر، يبقى انت عرض الطريق زائد من متر لنص ومتر ونص قلنا بتتاخد متر، زائد الستة من عشرة زائد المتر ما بين الوش هنا والوش هنا زائد الأربعة من عشرة زائد 1 متر زائد قرعة الاتنين. ايه هي القرعة الاتنين دي يا جماعة؟ قرعة الاتنين دي اللي هو الجزء الدائري ده اللي هو نص قطر، اللي هو عرض البغل على الاتنين. طيب الكلام ده في الناحية الشمال. طيب الناحية اليمين، اللي عملته يمين اعمله شمال، بمعنى ان انت مشيت من وش الكوبري لاول انطره من متر لمتر ونص تعمل نفس الكلام. طيب انا قلت لك ناخدها كام متر، يبقى تاخدها متر. طيب دي بالنسبه لي امرجنسي جروف، فالامرجنسي جروف تتاخد كام؟ تتاخد 4 من 10 متر. طيب بعد كده خد متر وبعد كده خد القرعه الاثنين. يبقى يا باشمهندس لو انت جيت تبسط الدنيا عشان وانت بتكتب ورايا كده، يبقى عرض البغله اللي هو اسف اللي هو ال بير بيساوي ايه؟ اللي بير يا جماعة بيساوي عرض الكوبري كله أو عرض الطريق زائد متر يمين ومتر شمال، يبقى 2 في متر زائد 6 من 10 متر زائد المتر ده زائد 2 في 4 من 10 متر زائد 2 في 1 متر زائد ار. طيب أبسطها إزاي؟ لو ركزت معايا هنا ار، هنا متر، وهنا متر، يبقى هنا 2 متر، هنا متر، وهنا متر، وهنا متر، يبقى هنا 3 متر. يبقى هتقول لي يا باشمهندس ال بير بيساوي البي بي ار عرض الكوبري كله او عرض الطريق زائد 5 متر زائد 5 متر زائد عرض المين جروف اللي هي 6 من 10 ايا كان لانها ممكن تتغير، زائد 2 عرض في الامرجنسي جروف اللي هي 4 من 10 عندنا زائد ار. يبقى انا كده ببساطه جدا جبت ال ال بير، وده اللي انت مطلوب تحسبه. طيب الاتش بير يا باشمهندسين، بيقول لك الاتش بير هو حاجه من اتنين، لا اكبر من حاجتين، يا اما واي داون ستريم زائد النص، يعني لو كانت في المساله مثلا الواي داون ستريم ب 4 متر فتجمع عليه نص متر وتقول له 4 ونص متر، او الرود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص الواحد متر اللي احنا كنا بنحسبها يا جماعه السنه اللي فاتت في حاله الكوبري، ان انا عايز اوصل للمنسوب العلو بتاع البغله. فانا تبسيطا للحل بقول لك الرود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص 1 متر، يبقى انا كده جبت الاتش بير اخد الاكبر من الاثنين دول. يبقى ال بير عرفتها اللي هي بتساوي البي بي ار زائد الخمسه زائد السته من عشره زائد 2 في 4 من 10 زائد الار. الاتش بير عرفتها اللي هي بتساوي واي داون ستريم زائد النص او رود ليفل ناقص البيد ليفل ناقص الواحد متر. طيب الار يا باشمهندسين، الار حاجه من اتنين، يا اما البغله اللي عندي هي ار سي يا اما بي سي. لو ار سي تبقى اس على من 3 ل 4 وما تقلش عن 6 من 10 متر. لو بي سي يبقى اس على من 3 ل 4 ديت في حاله البي سي، اسف بي سي وما تقلش عن متر. في حاله الار سي، في حاله الار سي ار بتساوي اس على من 7 ل 10 وما تقلش عن 60 سنتي. تاني عشان بس ايه الناس اللي ممكن تتلخبط، يبقى في البي سي الار بتساوي اس على من 3 ل 4 وما تقلش عن 1 متر، ده عرض الار. بالنسبه للار سي اس على من 7 ل 10 وما تقلش عن 60 سنتي او 6 من 10 متر.
يبقى انت يا باشمهندس كده ببساطه جدا انت قدرت تحسب لي ال افكتيف ال اسف بتاع البير، وحسبت الاتش بير، وحسبت الار للبير. زي ما قلت لك يا جماعه، بمجرد ما جبت ال ال بير والاتش بير والار، المساله اتحولت من مساله انطره لمساله هدار. نفس خطوات حل الهدار بالظبط. كنت بعمل ايه؟ كنت بقول ان انا هفرد فرشه للهدار، فبيبقى عندي حاجه اسمها الاب ستريم ابرون اللي هو الجزء ده، وعندي بعد كده الداون ستريم ابرون، وعندي جسم الانطره نفسه. طيب فرض الابعاد عشان افرض الجيومتري بروفايل لحاله الانطره، نفس الفرض بالظبط في الاب ستريم ابرون من 2 ل 5 متر، دايما خدها 5 متر. الداون ستريم ابرون دي تمثل لي ال سكورنج، وال سكورنج عندنا حاجه من اتنين، القانون اللي الدكتوره ادته 6 من 10 السي بي جذر اتش ماكسيمم، المفروض ان هي تتقارن ب ال جامب زائد الام زائد الايه اللي الدكتوره قالت عليه، كان هو الاولاني اللي هو 6 من 10 السي بي جذر اتش ماكسيمم، يبقى احنا اللي نستخدمه. بس يا باشمهندس الاتش ماكسيمم عباره عن ايه؟ دي مهمه جدا يا جماعه، دي مهمه جدا يا جماعه. الاتش ماكسيمم حاجه من اربعه، ثلاث حالات تشغيل وحاله صيانه. حالات التشغيل اللي انا كنت بتكلم عليها العاديه، الاب ستريم هاي ووتر ليفل ناقص الداون ستريم هاي ووتر ليفل، او الاب ستريم نورمال ووتر ليفل ناقص الداون ستريم نورمال ووتر ليفل، او الاب ستريم لو ووتر ليفل ناقص الداون ستريم لو ووتر ليفل. التلاته اللي احنا اتكلمنا عنهم في الهدار. طيب الصيانه هنا يا باشمهندس ما عنديش حاجه اسمها كريست، انا عندي بوابه افتحها واقفلها. فبيقول لك عشان اقدر اعمل الصيانه يا جماعه، فبنسبه كبيره جدا انا بعمل الصيانه في فتره انحسار الميه او انحسار الفيضان. فانحسار الفيضان يعني منسوب الميه في القناه او في الترعه اللو ووتر ليفل. فبيقول لك ان الاتش ماكسيمم من حاله الصيانه اللو ووتر ليفل ناقص البيد ليفل. طيب لو انا في المساله بتاعتي ما كانش مديني مناسيب، بشتغل على الحاله اللي عندي، يعني لو كان مديني حاله واحده ان هي حاله الماكسيمم زي دي مثلا من 5 ل 1، يبقى الاتش ماكسيمم عندي هتبقى الووتر ليفل ناقص البيد، يبقى 5 ناقص ال1 يبقى ب 4 متر. لكن لو مديك الثلاث مناسيب يبقى الموضوع مختلف. طيب المفروض ان انا زي ما قلت لك ان ال سكورنج في حاجه كده زياده عليكم انا هقولها لكم، بس المفروض ال سكورنج في قانون كده بيقول لك ان هي بتساوي اللي هو ده 2.1 سي بي جاز ريتلي ماكسيمم على 3.9. ده بيحدد لي الجزء ده من الاول للاخر. ليه؟ لان المفروض هنا بيحصل تدبيل، التدبيل ده غرض منه ان انا اسايب بايبنج وهيفنج، فبطرح ال اس اللي هي الكبيره دي من ال اس اللي انت جبتها، سواء كانت من ال جامب او 6 من 10. الكلام ده مش عليك انت، مطلوب منك تعرف حاله واحده بس، ان ال اس 1 بتساوي ال 6 من 10 السي بي جاز ريتلي ماكسيمم، والريتلي ماكسيمم بتساوي عده اشياء زي ما اتكلمت عليه. طيب يا باشمهندس انت كده قلت لي الاب ستريم ابرون والداون ستريم ابرون. السمكات بقى، السمكات يا جماعه نفس الفرض بتاع الهدار بالظبط. انا مفروض ان انا هغير في السمكات. ليه هغير في السمكات؟ لان عندي مناطق كريتيكال ومناطق مش كريتيكال. طيب ايه هي المناطق الكريتيكال والمناطق اللي مش كريتيكال؟ المناطق الكريتيكال بالنسبه لي المنطقه اللي بتبقى دايما اب ستريم اللي هو داون ستريم البوابات، تمام؟ فانت عموما يا جماعه هتعمل ايه؟ هتقوم قايل انا عندي ده 5 متر، فانا همشي مسافه 3 متر وانزل راسي، مالكش دعوه بالميول بعد كده. يعني ايه؟ يعني وانت شغال في الامتحان ما تقعدش تفرد ميول عشان وانت بتحل ما تاخدش وقت، انزل راسي كده وخد ده راسي افقي اهو، بعد كده تعالى هنا ثواني راسي اهو تمام، وبعد كده تاخد خط كمان راسي خط افقي كده، بعد كده تاخد خط راسي كده. ليه؟ عشان في الامتحان اسال على نفس الحل. الميول دي انت المفروض تحسبها بفيثاغورس، انا مش عايزك تاخد تدخل في اعتبارات فيثاغورس والكلام الهبل ده، لا خالص.
يبقى انت ببساطه هتخلي الفروض بتاعك كلها افقيه وراسيه، عشان كمان لما اجي اشيك بالكليل. تمام؟ فانا خلاص فرضت ده 2 متر، بعد كده فرضت ده لازم الفرد بتاع السكنس الكبير ده يا جماعه يكون بعد نهايه الريجليتور باقل، يعني ما تقلش عن 5 متر، يعني من نهايه الريجليتور كده زود لي ده 5 متر، بعد كده وقف لي وقلل لي السمكات زي ما انت عايز. تاني، يبقى انت عندك في السمكات السمك الاولاني ده صغير زي الفرد اللي فات بالظبط، من واحد لواحد ونص، من نص لواحد متر هاخدها واحد متر. بعد كده نزلت افقي وافضل ماشي مسافه. طب يا باشمهندس هفضل ماشي لحد فين؟ عدي لي جسم البغله ب 5 متر، بعد ما تعدي جسم البغله ب 5 متر وقف واطلع للسمك الثاني ده. طيب اصلا يا باشمهندس التي 2 ده المفروض بيساوي ايه؟ التي 2 ده يا جماعه بيبقى مفروض 8 من 10 جذر اتش ماكسيمم، هو من 8 من 10 لقيت 1 و2 من 10 جذر اتش ماكسيمم. فانا باخد 8 من 10 جذر اتش ماكسيمم ويبقى ده التي 2 بالنسبه لي. طيب انا مش عايز احسب احفظ قوانين يا باشمهندس، خدها 2 متر. طيب بعد كده خد البعد ده زي البعد ده 1 متر. طيب في النهايه، النهايه دي يا جماعه المفروض دي من 1 ل 1 ونص تي 2، خدها زي التي 2 ب 2 متر. طب يا باشمهندس وانا شغال لقيت نفسي مش سيف، كبر. لكن في الاول خلي الابعاد، انت بتتكلم في 2 متر خرسانه فدي كتير جدا، فخلي الابعاد الى حد ما معقوله، يعني ده مثلا يا باشمهندس انا عايز ازوده شويه خليه 2 ونص او 3 ما تزيدش عن كده. طيب ده نفس الكلام عشان اسيف بايبنج وهيفنج. تمام. طيب المطلوب منك يا باشمهندس بعد ما وصلت للشكل ده لو خدت بالك، ايه ده يا باشمهندس؟ المساله اتحولت من مساله هدار، من مساله انطره لهدار. الموضوع بقى سهل جدا، يعني هيقول لك ايه؟ ديديوز بيركوليشن والشيت بايل، يعني انت ايه؟ سيف لي بيركوليشن وشيت بايل. على فكره في المسائل دي اصلا اول خطوه انا ببدا بيها كانت هي السكورنج، وتاني خطوه ببدا بيه بعد السكورنج هي البركوليشن. فلو حتى لو حتى اسمه ده، لو هو في المساله بيقول لك صمم اللينجوتودوال سيكشن للفلور، انت هتبدا كده الاول خطوه سكورنج عشان احدد ايه السكورنج، وبعد كده بركوليشن عشان احدد انا عندي شيت بايل ولا ما عنديش. طيب بعد كده بقى زي ما انت عايز، يبقى هنرسم الابليفت دايجرام عن طريق بلاي او الفلونت، شيك فلور سيكنس اللي احنا هنشيك هنا وهنا عند تغير القطاعات، استيميت سيف سكورنج لينس انا عملته اصلا بمجرد ما بدات المساله، كالكوليت اكزايت جريدينت بايبنج ده بنستخدم فيها الفلونت، وفي قانون الدكتوره مديه لك في المحاضره ممكن تبقى تبص عليه، هو قانون سهل جدا بس بنسبه كبيره يا جماعه القانون اللي هو الدكتوره مديه في المحاضره امبيريكال وصعب نطبقه، فعشان كده بنلجا للفلونت. طيب تعالى نشوف المساله بتاعتنا بادئه ازاي. والله هندسه كان عندي عرض طريق مقداره 12 متر، ده الطريق كله، فانا عايز افرض البعد بتاع ال ال بير، فانا قلت لك يبقى 12 زود لي متر يمين ومتر شمال يبقى 14، زود لي 6 من 10 و4 من 10، والار افرضها كانت، انا افرضها كانت الار هي البي، كانت الار هو مديها لك بواحد فكانت الار على 2 بنص. يعني لو انت حسبت الكلام ده يا باشمهندس زي ما انا قلت لك 12 زائد ال 5 17 زائد 6 من 10 زائد 4 و4 يبقى كده 1 و4 من 10 زائد الواحد يديك 19 و4 من 10 متر اهي. لو انت حفظت كل اللي انا قلته لك هيطلع لك الناتج ده من الاخر يعني. طيب ال L1 اللي هي الاب ستريم ابرون 5 متر، ال L2 من السكورنج هجيبها ازاي يا باشمهندس؟ من القانون الاولاني. ال S1 كانت ب 6 من 10 سي بي جذر اتش ماكسيموم طلعت معايا ب 18 44، ولما جيت احسبها من ال جامب طلعت معايا 24 و2، يبقى انا هاخد انهي واحده فيهم؟ هاخد اللي تحت اهي. الكلام ده يا جماعه زي ما قلت لو الهيدروليك جامب دخلت في الاعتبار اهي، يبقى هاخد ال سكارنج اول خطوه في المساله بكام يا باشمهندسين؟ خدتها ب 25 متر. ليه يا باشمهندس عملت كده؟ انا عملت كده عشان اريح دماغي، كده الخطوه دي انا مش حاسبها، انا اصلا حسبتها واثبتت ان هي سيف، لان انا جبت السكورنج ومن السكورنج رحت جبت كده فرضتها بالنسبه للجيومتري بروفايل. تمام. فخلاص يا هندسه يبقى اول خطوه زي ما قلت لك هي السكورنج. طيب انا عايز الاتش بير واللي بير دلوقتي والار، لا مش محتاجهم دلوقتي، يعني الاثنين دول انا جبتهم لك بس انا مش محتاجهم دلوقتي، امال احتاجهم فين؟ احتاجهم لما اجي ادرس
الافكتيف للبير وحالات التحميل، فانا محتاجهم المره الجايه ان شاء الله. طيب ال بي ثيوريتيكال انت قلت لها هندسه، اول خطوه سكورنج، ثاني خطوه بيركوليشن. طيب البيركوليشن هعمل ايه؟ اقول له ال بعد ما جبت السكورنج ابدا ادخل في الجزء بتاع البيركوليشن. فقلت ان ال بي ثيوريتيكال بتساوي السي بي اتش ماكسيمم، ايا كان قيمه اتش ماكسيمم اللي عندك هتضربها في السي بي هتجيب قيمه ال بي ثيوريتيكال. بعد كده تبدا تحسب ال بي اكشوال. ال بي اكشوال بيساوي ايه؟ سيجما ال فيرتيكال زائد سيجما ال هوريزونتال. طيب يا باشمهندس الفيرتيكال والهوريزونتال احسبهم ازاي؟ الفيرتيكال يا باشمهندسين كل الرأسي، الهوريزونتال بالنسبه لك هاتها من فوق اسهل. بمعنى انا عندي ده 25 متر وعندي ده 19 و4 وعندي ده 5 متر. لو انت خدت بالك 5 زائد 25 30 و19 يعني 49 ونص، يبقى انت اللي فوق ده كده الاسم اللي هو الفيرتيكال بالنسبه لنا، اللي هو الهوريزونتال اسف. طيب نزود عليهم ايه يا باشمهندسين؟ ممكن تزود عليهم الجزء اللي هو بقى الميول دي، ممكن تعتبر ده زي ما قلت لك مع الافقي او مع الراسي. ده بالنسبه للهوريزونتال، يبقى الهوريزونتال الجزء ده زائد الجزء ده زائد الجزء ده. هتحسب المسافه دي والمسافه دي والمسافه دي، وانت جايب السكورنج وجايب ال بير وفارض المسافه دي، يبقى انت جبت الهوريزونتال. الافقي خد الباقي كده، الافقي لا الراسي خد الباقي. يعني ده هنا عندك متر، ولو انت حاطط ده راسي يبقى ده متر، وده كمان متر، وادي كمان متر، وادي 2 متر، يبقى 5 متر. يبقى الافقي ده زود عليه 5 متر، يبقى انت جبت كده ال ال بي اكشوال. والله يا باشمهندس لو كان ال ال بي اكشوال اكبر من ال ال بي ثيوريتيكال يبقى سيف. طيب لو كان ال ال بي ثيوريتيكال اكبر من الاكشوال انسيف. طيب في الحاله دي انا هحتاج شيت بايل. شيت بايل بمقدار قد ايه؟ ال بي ثيوريتيكال ناقص ال بي اكشوال على الاثنين، وطبعا لازم تقربه بالزياده. يعني ده لو كان 4 و9 فانت هتاخده 5 متر. ليه؟ لما اخده 5 متر يبقى انا كده وفرت، يبقى انا كده كبرت البركوليشن او ال اكشوال عن الثيوريتيكال. طيب بعد ما تجيب الشيت بايل يا جماعه، بعد ما تجيب الشيت بايل ما تنساش تجيب السي بي اكشوال. السي بي اكشوال بتساوي ال بي اكشوال اللي انت بعد ما فرضت، لو انت الشيت بايل فرضته فزودت كده بالنسبه لك ال بي اكشوال على الاتش ماكسيمم طلع معاك ب 15 و2. طيب لما اجي ادرس بعد كده بقى الابليفت، نفس الكلام اللي قلته قبل كده يا باشمهندسين بالملي بقى. يبقى انت هتدرس وهترجع لده في الهضار، هتقوم قايل لي يا باشمهندس انا فرضت الشيت بايل هنا اهو. طيب بعد كده لما اجي احدد النقط البدايه والنهايه، دي واحد ودي اثنين، لا يبقى واحد، وعند الكسرات ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة قبل وبعد شيب بايل، 7 8 9 10 11 12، وتروح تجيب لي البركوليشن لينس من الجبهة الشمال. طيب لو انا بعد كده اما اخلص اقوم رايح بعد كده جايب ال اتش اي واقوم راسم الابليفت دايجرام زي ما رسمته في الادار. طيب لو انا عايز ارسم عايز احسب الاكزايد جريدينت بنفس الطريقة يا باشمهندسين، الاكزايد جريدينت ببساطة جدا لازم ترسم له فلو نت. بعد ما ترسم الفلو نت هتبدا تدرس عند الجزء الاخير ده سواء كان بايبنج او هيفنج. طيب السكنس، والله السكنس يمشي الاثنين سواء كانت فلو نت او سواء كانت بلاي، فالاثنين بالنسبه لك سيان وتقدر تحسب منهم. فبمجرد زي ما قلت لكم وصلت للشكل ده، المساله كلها اتحولت من انطره لبغل لهضار. تمام. طيب يا باشمهندس المره الجايه بقى ان شاء الله هنعمل ايه؟ المره الجايه دي اهم سيكشن في الترم تقريبا، هو اصعب سيكشن في الترم. المره الجايه انا طبعا انتوا مش عليكم تصميم الكوبري، تصميم الكوبري بالنسبه لك ملغي. انا هشتغل في حالات التحميل. طيب هشتغل في حالات التحميل ازاي؟ يبقى انا محتاج اعرف ال ال افكتيف. طيب بعد ما تعمل ال ال افكتيف يا باشمهندسين اعرفكم ازاي نحدد السي جي ونحدد سي جي الكوبري عشان نقدر نجيب ام اكس وام واي وام اكس وام واي، وازاي نقفل البوابات ونفتحها في سيكشن المره الجايه ان شاء الله. زي ما قلت لك هو ده اصعب سيكشن في الترم كله واهم سيكشن في الترم كله، وعايزكم ان شاء الله تبقوا موجودين كده ومظبطين دنيوكم وضاربين كوبايتين قهوه او شاي.